ونخرج برا بصور حلقة الناموس يعمل فيها. عليه قل لي أمان شنو الاختراع اللي يعمل شر الشعف في الناموس؟ هذا اللي بيك. أوكي أعوى. هذه الكيو ان اي كنا رخمين سؤال جديد معلومة جديدة. انزل على زر الاشتراك وما تنساش النجوز مش ما تفوتك حتى حلقة. شكون فينا ما هملوش الناموس؟ اللي يحب يتشمت اليوم يكمل يتفرج. الناموس كان شعار قبائل غرب أمريكا كيما الهايدا والجيتاكسان، وفما أصلا قبيلة اسمها قبيلة كريك، هذو معاملين شطحة الناموس أصلا. بيه أخطاونا تاو مشتيح وعطيونا الضرب الصحيح. الشماتة هاي ويني؟ هاي هاي ديريكت للفورير. بيه يعتبر صاعق الحشرات الباك زابر، سلاح فتاك وما يرحمش. ديجا وصلت الفورير. اخترعوه ويليام اف فولمر وهاريسون ال تشابين عام 1934. السؤال شنو هالباك زابر؟ العفسة هذه تتكون من أنبوبة تذوي بالأمواج ما فوق البنفسجية، سلك مشبك ومحول اللي ياخذ 120 فولت متاع البريز ويردها 2000 فولت. أنا قلت لكم الرحمة لي زعما نعطيهم بوز دين نكملوا صور ولا اختانا. العملية سهلة يسر، الضوء ما فوق البنفسجي يجلب الحشرات، اما قبل ما توصل للانبوبه تتعدى على السلك ذو تردد عالي، وكيما يقولوا دخول الفورير مش كيما خروجه. يا جماعه عندي لكم معلومه اخرى، السيده هذيا ماهوش فعال ياسر على الناموس، اكثريه ضحاياه هي حشرات غير مضره، هذاك علاش اخترعوا باك زابر يسيب غاز ثاني اكسيد الكربون، الغاز اللي يخرجوه في الزفير، هذايا يجلب برشا الناموس. دونك نورمالمون افيكاس. طب نقولوا نستنشقوا، اما نقولوش نستزفروا. ضرب رجلاج الضوء متاع الحلقة هذه ما عنده حتى دخل بالكيواني، ان فيت هو مستوحى من برنامج نبرقش بيتساوري اسمه فوتوشوب لايت روم. اليوم انا عمل 10 سنين على اول مرة استعملته، وصورت بالكاميرا الثانية متاعي الهيل الفا 6S مسوني اما موديفي استرو، يعني تقرأ كامل نطاق الالكترومغناطيسي الفول سبيكتروم، خاطرها حساسة للضوء اللي ورايه.